عودي معكم لمتابعه عالم صباح. ما تنسوا تتواصلوا معي عبر السوشيال ميديا، وسؤالي اللي طرحته عليكم بالنسبه لدرس تعلمتوه بحياتكم وما نسيتوا ابدا، ومن مين كان هالدرس؟ مش ضروري يكون من الاهل، انما من شخص كان عندكم اكسبيرينس او خبره معينه معه. اليوم موضوعنا عن يوم قطاف التفاح، وضيفنا رح بيكون المدير الفني لجمعيه مشات لبنان استاذ شربل حبيقه. وهيك خبري صغيره عن التفاح، التفاحه كلوها كلها سوا، حتى البذره قرقشوها كثير منيح، لانه بقلب البذره في اوميجا 3، ومقاله طويله عريضه موجوده اذا بتجوجلوها على الجوجل او تفوتوا بتفتشوا عليها بتلاقوا قد ايه مفيد لاكسده الخلايا ولابعاد الخلايا السرطانيه و أتلا كليا. نحن وياكم أرض وورد مع كندا وشرب الحبيعة. صحح لي شربل، فيها فيتامين بي 12 كتير، مشان هيك هالقد بتمنع أكسدة الخلايا. ثانك يو شربل. صباح الخير. صباح الخير كندا. صباح الخير شربل. شربل حبيقة وهو المدير الفني لجمعية مشات لبنان. لحتى اليوم نحكي جوزيف عن التفاح، ما رح نحكي عن شيء تاني، عن التفاح. نعم. وتحديدا عن نشاط عم بيصير بنهاية هالأسبوع ببلدة بسكنتا، هالبلدة اللي بأعالي جبال لبنان ويلي مشهورة بجمالها وبطقسها اللي كتير كتير حلو، وأكيد بالتفاح كمان يلي بينزرع ببلدة بسكنتا. بتعرفي شغلة، في ايدك شغلة، عادة كانوا يقولوا من زمان الفواكه الأولى بالعالم الكرامبري، بعدين قالوا الشمام، بعدين أنا بلاقي إنه التفاح هي الفاكهة الأولى بالعالم. أنا بالنسبة لي على كل حال هي وما زالت الكوليسترول للقصص الخلايا كل هالأمور هيدي قد ايه مهمة. على كل حال هي بعدها مثل ما عم بيقول شباب، من أكثر أنواع الفواكه يلي بتنتج وبتنباع حول العالم، تستهلك عالميا مثل ما كنت عم بتقول. مش هيك رح نحكي نحن بس عن تفاح بسكنتا يلي هو كمان من أجود أنواع التفاح بالعالم. صحيح. لا شك انه من اجود انواع العالم، لانه المنطقه حقيقه هي مميزه لانتاج التفاح. قبل ما نحكي شوي عن خصائص تفاح بسكنتا، بدنا نحكي عن النشاط يلي رح يصير بنهايه هالاسبوع، ورح يخبرنا عنه اكثر المحامي روكو زحبيقه عبر الهاتف، وهو عضو بلديه بسكنتا. صار معنا على الخط. صباح التفاح من صنين. صباح الخير للموجودين معي ولشربيل، يعطيك العافيه. بس اذا فينا نعلي صوت الماتر شوي بالاستوديو اذا ممكن. ماتر عم بخبروني انك عم تقطف تفاح مع تلاميذ مدارس اليوم. مظبوط، نحن اليوم بلش مهرجان التفاح. بلش مهرجان. نحن اول شيء تقول لك كبلديه بسكنتا بالوضع اللي عم بيقطع فيه التفاح كنا قدام خيارين، يا ما ننزل على الطرقات ونسكر الطرقات ونكب التفاح على الارض كرمال تنقدر نعمل حركة والسلطة تسمعنا، نلفت نظر. يا صح مزبوط. يا إلا ما نروح باتجاه إيجابي ونجرب، لا بالعكس نعمل توعية للتفاح، وهذا الخيار اللي أخذناه نحن. نعم. اليوم بلشنا بالمهرجان التفاح، مهرجان مواسم التفاح، وكان عندنا تقريبا شي 100 تلميذ مع الأساتذة مع الكرو تبعهم موجودين عندنا عم بيساعدوا المزارعين بالتفاح، وبكرة عنا تقريبا شي 300 تلميذ كمان من مختلف الأعمار رح يكونوا معنا ببسكنتا، والسبت رح يكون عنا فريق من الأيوبي، دكاترة من الأيوبي مع مدارس كمان تاني رح تكون عن تقطف. نعم. والسبت إذا على رأس بعد ما نخلص طقف التفاح رح نروح لسوق التفاح والمنتوجات الزراعية المختلفة مع الموني الزراعية يلي رح تكون طازة، ويلي عم ندعي كل الناس من خلالكم ومن خلال غير إذاعات نقدر نقول لهم أنه المواسم صارت جاهزة طازة، بيقدرين يطلعوا على بسكنتا يستفيدوا من المناخ الحلو، من الطقس الحلو، من المناظر الحلوة، ياخذوا المواسم طازة. وأكثر من هيك عندنا سوق الأكل موجود معنا، قادرين ياكلوا أطيب أكل مع سوق الأكل. بقضوا نهار حلو لكينا ببسكنتا. بتخبرنا أكثر على الأوقات متر حبيقة؟ المتى بيقدر الاشخاص اللي حابين يزوروا بسكنتا يتعرفوا على التفاح وعلى البلده كمان؟ نحن تقريبا صاروا محجوزين الجناين والبساتين اللي رح تنقطف، ومحدده اوقاتها من الصباح، ولكن نحن فعليا المهرجان ببلش السبت الساعه 12، من الساعه 12 الظهر للساعه 12 بالليل. نعم. بيكون مثل ما قلنا في سوق للزراعات المختلفه مع التفاح مع الموني، وراح يكون معنا سوق الاكل موجود معنا.
ورح يكون في زيارات للحقول كمان اذا حدا عبيله من الزائرين. اكيد نحن منظمينها، رح يكون في ناس اللي بتحب تمشي بين البساتين، رح يكون في هايكينج منظمينه، كما انه الاشخاص اللي بيحبوا يقصوا تفاح اكيد بالتنسيق معنا قبل بوقت، ما فيهم هيك يفوتوا دغري ويقصوا، بده يكونوا عم ينسقوا معنا قبل بوقت، قادرين نأمن بساتين كرمال يفوتوا يقصوا التفاح. هذا بيكون قبل الظهر من 12 وطالع، يعني من 12 الظهر ل 12 بالليل بنكون بساحة مار يوسف في بسكنتا كرمال العرض للأسواق ولسوق الأكل. نعم نعم. والأحد كذلك الأمر، نحن بنكون قبل الظهر بالجناين وعم نمشي بين البساتين، ومن الظهر بيكون عنا سير كونسيال يلي هو السير التابع لشركة للأركونسيال، مؤسسة الأركونسيال. نعم. يلي هي بارتنر معنا بهذا الإيفنت، ومن كمان بنكمل بسوق الأكل وبسوق المنتجات الزراعية والتفاح. نعم نعم. وبدي أشير لشغلة، أنه المؤسسات السياحية ببسكنتا من مطاعم وأوتيلات وغيست هاوس يعني بيوت ضيافة، هن مشاركين معنا بهذا المهرجان وحبوا يعملوا أسعار خاصة بهذا النهار كرمال كل الناس اللي حابة فعلا تقصد بسكنتا تكون بكتير مبالغ زهيدة عم تقدر تاكل وتنبسط وتقدر فعلا. يعني كمان في الشخص اللي جاي لعندنا نحن صندوق ارتفاع 25 كيلو قادر ياخذه ب 20,000 ليرة، وحتى في مؤسسات هي بتهتم بتبريد التفاح في يتواصل معها وياخذ منطو للشتوية كلها بكيلو تفاح اقل من 1000 ليرة يقدر ياخذ منطو للسنة، وعم ياخذه هو يعني كمان من الارض مباشرة، هذه مباشرة من المزارع. يعني حلوة كمان. مظبوط، نحن عم نربط المزارع بالمستهلك بطريقة مباشرة، أول شيء تيستفيد المزارع وتيستفيد المستهلك، بهالطريقة يمكن نكون عم نسوي التفاح بطريقة أفضل وعم نخلي الناس فعلاً، لأن عن جد الناس اللي موجودة يمكن ببيروت وما عندها تواصل مع المزارعين يمكن توصل بالشتاء تشتري كيلو التفاح ب 4,000 و5,000 ليرة. صحيح. لا نحن عم نقدمه ب 1000 ليرة طازة موجود دغري من المزارع، وبهالطريقة بنكون إذا بدك مثل ما بيقولوا وين وين سيتويشن للمزارع وللمستهلك. صحيح صحيح. يعطيكم ألف عافية محامي روكو زحبيقة عضو بلدية بسكنتا، بدي لكم موفقين، وأكيد بدنا ننتعي كل الناس اللي عم بيحضرونا واللي عم بيسمعوا يطلعوا على بسكنتا، نهار كتير حلو وطقس كتير حلو مثل ما كنا عم نحكي. نزل الواحد يقطف تفاح، على فكرة إنه كل بلدان العالم التفاحة يمكن بيبيعوها بدولار ودولارين، هالقد التفاحة بيبيعوا، يعني إحنا عندنا نعمة يمكن مش عارفين بقيمتها. صحيح. وهلا أكثر بدنا نحكي عن نوعية التفاح مع المهندس شرب الحبيقة، مثل ما ذكرت حضرتك مدير الفني لجمعية مشيت لبنان، شو اللي بيميز تفاح بسكنتا لحتى كمان يعني أهل بسكنتا فخورين بالتفاح يلي بيزرعوا؟ لا شك لا شك أنه هي منطقة زراعية ممتازة للتفاح، لزراعة التفاح لعدة أسباب، لعدة أسباب لأنه المناخ يتناسب جدا، يعني الفروقات الحرارية ما بين الليل والنهار، نسبة الرطوبة المناسبة، التربة المناسبة، هل التربة الكلسية كمان عم تعطيها جودة إضافية لهالتفاحة اللي عنا، فإذا إضافة لهالشي نحن بفترة دخول خريف أيلول بصير عنا تغير كمان، بصير في عنا شوية ضباب بيساعد التفاح إنه يتلون ياخد هاللون المميز اللميع الحلو. إضافة لهالشي وشغل كتير مهمة إنه تفاحنا عم يشرب مي من أعلى جبال. صحيح. يعني مي أنظف مي موجودة يمكن بلبنان، وبالتالي عم تاخدي تفاحة من منطقة مناخ مميز جدا يتناسب لزراعة التفاح، مناسب جدا لزراعة التفاح، وعم ينسقى بأحسن مي بأنظف مي، وبالتالي هيدا رح يعطيها هالجودة هالميزة، رح تطلع تفاحة تتلون بشكل جيد، فيا نسبة سكر عالي، فيا أساوي، كل هيدي ميزات كتير مهمة. والأهم من هيك أنه كمان في عملية توعية، وصاروا في عدد كبير من المهندسين الزراعيين بمنطقة بسكنتا، ونحن منفتخر فيهم كلهم، عم بيتابعوا المزارع بشكل مباشر لحتى نخفف كمان من ترسبات المبيدات على الفواكه، وهي شغلة أساسية. يعني نحن لما بدنا نحكي بفواكه ذات نوعية أو جودة بدنا نحكي
كواليتي من ناحيه اللون والشكل وال... ولكن كمان بدنا نحكي كمان عن تفاحه خاليه من ترسبات المبيدات تسبب لنا بمشاكل صحيه لاحقه. صحيح، ومشان نضلهم محافظين كمان على الصيت، يعني صيت تفاح بس كنت اكيد لا شك لا شك اشي مراقبه للنوعيه وللجوده وللترسبات مثل ما قلت. طيب اذا بدي اسالك هيك مثل كل العالم، هيك بنقطف التفاحه من الشجره او في طرق معينه لازم واحد يقطف فيها التفاح؟ أكيد أنه عملية إقطاف التفاحة التفاح عالميا هي تعد من المعاملات الزراعية وتدرس، أو إذا ما كانت تدرس يعني بينعمل أيام حقلية يتعلم الواحد كيف يقطف تفاح وكيف يدب التفاح، لأنه هاي المعاملة بحب أقولك إذا اعتنينا فيها مثل ما بيقولوا نحن كل شيء بنشتغله خلال الموسم تنطلع تفاحة منيحة. صح، من هون وراح التفاحة ما بقت تستفيد من جودة إضافية، يعني من وقت الإقطاف للتبريد على العكس بتبلش الجوده ترجع لورا. صحيح، فعمليه الاقطاف هي اساسيه جدا جدا تنقدر نحافظ على الجوده اللي قدرنا وصلنا لها بالمعاملات الزراعيه الجيده. وهذا الشيء اللي راح يتعلموه الاشخاص اللي بدهم يطلعوا على بس 100% 100% لا شك لا شك. هلا رح نحكي عنهم انه تحديد حتى وقت الاقطاف في شغله مهمه ورح نحكي عنهم، اما الاقطاف مثل ما كنت عم تحكي كمان شغله كثير مهمه لسببين. أول شيء طريقة الإقطاف كيف بتصير؟ إذا شخص ما عنده فكرة بيلقط التفاحة مثل ما هي بينتشر نتش، يعني بدل ما رح أحكي أن احنا كيف المفروض تنشيل تيضل العنق معلق فيها، أما إذا حدا ما عنده خبرة ممكن يلقط التفاحة ويسحبها كلها سوا وبالتالي بيطلع العنق، وأكثر من هيك مجرد ما طلع العنق هذه صارت معرضة للأمراض وإنه تدخل عليها العفن بالبرادات. زيادة عن هيك لما تشمطيها شمط هذا ممكن يتسبب انه تكسري براعم الحمل لتاني سنه، يعني اذا ما قطفنا التفاحه بشكل مضبوط على الشجره ممكن نبقى عم نضر الشجره وعم نخفف الانتاجيه لتاني سنه. فاذا عمليه الاقطاف هي بالحد ذاتها هي معامله كثير مهمه. كيف نحن بنقطف؟ بنبرم التفاحه شوي وبعكس توجهها نحن بنقلبها بشكل معاكس لحتى اللي تطلع بشكل سهل ويضل العنق معلق فيها، وهي شغله كثير مهمه وكثير اساسيه بعمليه اقطاف التفاح باقطاف. نعم، التفاحه بالحد ذاتها. نعم، فترات الاقطاف بدنا نحكي عنهم كثير، عم بيسبقنا الوقت وعندنا كثير اشياء نحكيها، بس هيك امتين بنعرف انه التفاح صار لازم انه نقطفه؟ لا شك مؤشرات انه هيدي تفاحه او هيدي التفاحه اصبحت ناضجه ولا لا، او اكثر من هي ناضجه، لانه كمان بدي فرق بين شغلتين. نحن اقطاف التفاحه للتبريد يختلف شوي عن اقطاف التفاحه للاستهلاك المباشر. نعم، يعني لما بدي برد لازم اقطف التفاحه قبل بشوي صغيره. اما للاستهلاك المباشر في اخرها شوي. فاذا انا تشيل تفاحه بوقت مناسب للتبريد، واللي هي نحن كلنا بنعرف انه التفاح ما فينا نسوقه كله سوا وفرد دفعه، بده يتبرد في فترات خاصه لكل صنف لحتى نقطف التفاحة فيه. كيف ممكن نحددها؟ في عدة وسائل، ولكن أنا رح أحكي عن ثلاث وسائل علمية أساسية كتير مهمة. أول وسيلة هي البنتروميتر. هذا البنتروميتر هو كناية بيقسلي ضغط أو أساوة التفاحة. عندي أباراي تاني يلي هي الريفراكتوميتر. نعم، هذا بيقسلي بمعنى تاني بتنسهل على المزارع كمية السكر بالتفاحة. كلنا بنعرف انه التفاحه بيبقى فيها نشا وبصير يتحول لسكر. اذا قطفتها كان تحول كل النشا لسكر، هي بتبقى تخت التفاحه وما بقت تغلي بالبراد، ما بقت تقرقش يعني. فلكل نوع تفاح في اساوي معينه وفي كميه سكر معينه نحن بنفحصهم بناء عليها بنقول هيدي التفاحه اصبحت جاهزه او غير جاهزه للقطاف. نعم، وبالتالي اذا شخص عادي بده يقطف التفاحه ما عنده هالقد رح نحكي هيدي. في وسائل تارك بيستخدمها المزارع ومنا صعبه، ممكن يقص التفاحه بالنص ويطلع على البذرات بقلب التفاحه، وهي وسيله لا باس فيها. البذره هي مؤشر لما بيتغير لونها من الاخضر نحو البني. نعم، يعني لما بتصير نحو البني بس قبل ما يصير اسود، قبل ما يصير بني داكن، هذا بيبقى فتره مثاليه كمان او اصبحنا بفتره نضوج جيده لحتى لي نقطفها. اذا بدنا نشوف اذا هالتفاحه مثلا مستويه ولا لا. اوكي، رح نحاول نقصها نحن وياكم. كنت على بالي شرب اليوم نحكي كمان على النوعيات يلي هي موجوده بي، بس كنت بركي بدنا نخليها لمره ثانيه. فاذا اذا جينا عم نطلع على البذره، البذره ما سودت بعد، فينا نطلع نحن وياكم، واساسا من طقه
التفاحه بنشوف قداي بعدها كرانشي قداي يعني هيدي للتبريد يعني هيدي للتبريد ممتازه جدا. قد ايه حراره ببردوا؟ درجه الحراره صفر بالنسبه للتبريد، هي الدرجه المثاليه بالنسبه للتفاح. فيك تشوفي اللون، لون البذره كيف تحول لبني وبعد ما صار اسود يلي هي شغله كثير مهمه. وهذا هيدي هي البذره مثل ما احنا شايفينها. هاي بالنسبة للمزارع العادي، ولكن مثل ما حكينا الوسائل العلمية هي هاي. إضافة لهاي في عنا شيء بنسميه الأيودين تيست، يعني اللي عنده مزارع كبيرة، اللي عنده بستين كبيرة أكيد عنده هالمعدات لحتى اللي يفحص السكر، لحتى اللي يفحص الأساوي، لحتى اللي يفحص نسبة النشا بالتفاحة، وهودو كلهم مؤشرات ثلاثتهم سوا بيعطوا فكرة مضبوطة أي متى التفاحة أصبحت جاهزة للقطاف ولا لا. عالسريع بقى، شو هن الأنواع اللي موجودين؟ نتعرف عليهم اليوم، رح يكون عندنا بركة حديث تاني نحكي عن ميزات كل نوع. أوكي. لا شك انه ما زالت التفاحه الاكثر انتشارا ببسكنتا هي الصنف الاحمر او المجموعه الحمراء، تما نقول صنف معين، لانه نعم. المجموعه الحمراء بيدخل ضمنها او مجموعه الريد ديليشس بيدخل ضمنها عدد هائل من الاصناف، وبالتالي في عندنا السكارلت سبور، عندنا جيرومين، واذا بلشنا قديما اول تفاحه حمراء دخلت على لبنان يلي هي الستاركينج ديليشس يلي ما بتلون منيح. فنحن ببسكنتا حقيقه عم نتابع حتى بالاصناف الجديده ضمن المجموعه الحمراء وعم ندخل مجموعات ثانيه، وهوني بحب فرجي صنف كثير طيب وكثير مميز يلي هو المودي، وان شاء الله هلا بدقوه. هذا في منه بس ببسكنتا يعني، في منه بغير بسكنتا ولكن ما اعطى نتيجه كثير مهمه. فنحن على صعيد الجمعيه كجمعيه مشيت لبنان جربنا هالاصناف بعده مناطق، ببسكنتا طلع مميز جدا، وبفتكر يمكن يكون ترندي من هلا لكم سنه انه نقدر نروح على هالاصناف اللي هي اصناف مميزه، طعمتها كثير مهمه، بالتبريد ممتازه، جوسي كثير كثير كثير، وبتتبرد بشكل كثير مهم. باللون يلي بتعطيه حتى بلونها، حتى شوفي هاللمعيه اللي فيها اللمعيه ببعض المناطق برميها لتاني مايل يمكن اللون هيك عندها الاصفر شيء بشهر يعني منظر لوحه فنيه هالشاطئ قدامنا. تاني صنف بس تنحكي عنه منتشر هو الجولدن. نعم اكيد لا شك بعضهم الاصناف الصفراء والاصناف الحمراء هي الاكثر انتشارا. نعم. في صنف كثير ترندي وحقيقه عم يلاقي رواج وبسكنتا موجود ولكن ما جبته لانه موجود حاليا بالبرادات يلي هو مجموعه الجالا. صحيح. والجالا كذلك الامر انزرعت بعده مناطق بلبنان ما كانت عم تلون، يا اما اصناف كانوا عم بحطوها منا كثير بتلون، يا اما كمان المناطق ما بتساعد على التلون. حقيقه عندنا اصناف يعني. الجالا نعم. اللي انزرعت ببسكنتا خاصة من الأصناف الحديثة عم تلون وهي نعم. كتير طيبة وكتير مميزة وعالميا عم تاخد كتير نعم. شربت بقى نتشكرك وأنا بدي أقول أن أبل إيدي كيب الدكتور أوي إن بوم لماتان إلواني لماتان صح. يعني ضروري كل يوم تاكلوا تفاحة. بدي اتشكرك كثير شربيل، ميرسي لك كمان جوزيف، ومثل ما قلنا كل الناس مدعوين على بسكنتا بهالويكند. اكيد على مهرجان مواسم التفاحة ما بينشبع من الحديث منك، قلنا لقاءات ثانية ان شاء الله. ان الله راد، ان الله راد السبت على بسكنتا، ان الله راد. نحن ناطرينكم اكيد ناطرين على بسكنتا السبت، لاقونا من الصبح لنص الليل مهرجان التفاح، وخلوا التفاح عادة بيقولوا السكر لازم تبعدوا عنه، انا قريت كثير كتب كمان انه السكر هو غذاء الخلايا السرطانية، إنما السكر الموجود بالتفاح والحب البذرة اللي مثل ما قلت لكم بالبداية إذا بتقرقشوها هي علاج للخلايا السرطانية وبتبعده لبعيد بعيد. بريكم نرجع مع زودياك، خليكم معنا.